السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا المشتركين معانا في القناة، حبايبنا جوه مصر، حبايبنا بره مصر، بينا وحبكم جميعا في الله. النهارده إن شاء الله هنعمل فيديو جديد، هنعرف حضراتكم إزاي نجوز الذكر لكذا نتائج. ناخد ذكر مستوى عالي قوي نجوزه لكذا نتائج عشان ناخد إنتاج مواصفات عالية بأقل تكلفة. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهارده. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ مبدئيا يا شباب، الذكر امتى تغيره وامتى تجوزه لكذا نتاية؟ عندنا كذا حالة. الحالة الأولى لو عندنا ذكر واخد نتاية، نتاية بيضة بالفعل، ما ينفعش نسحب الذكر من عليها. ليه؟ عشان لو سحبنا الذكر ممكن نتاية تخاف وتسيب البيت والبيت بتاعك يبوظ. طيب امتى نسحب الذكر؟ نسحب الذكر اول ما النتايه تفلس. نخلي من تحت النتايه مثلا فرقتين ثلاثه او فرقتين ثلاثه، وساعتها بناخد الذكر وبنسيب النتايه تحكي لوحدها. يا عم ناصر، النتايه لو سيبناها لوحدها هتحكي. ايوه، وعن تجربه وكذا حد قبل كده حصل له مواقف من ديت، ان مثلا الذكر طار او الذكر مات، وبنلاقي النتايه بفضل الله قعدت تحضر الزغلول لوحدها وقامت بالواجب وبزياده. تمام؟ بس مطلوب منك انت لو انت عندك التجربه ديت، فتهتم جدا جدا بتغذيه النتايه وتقدم البيض المسلوق بالبقسماط كل يوم، ما دام في طرق وما دام في نتايه واحده بس اللي بتقلب. اولا عشان تحط عليها ضغط التقشير بتاع الحبوب، ثانيا عشان الزغلول بتاعتك تطلع بصحه جيده والنتايه ما تتعبش منها. تمام؟ طيب لو احنا خدنا الذكر يا عم ناصر من ورا النتايه اللي لسه فاقسه ديت، لحد يعني تسيب اخر البيضه تقفس وبعد كده تسحب الضغط. تاخد الذكر تاخده فين؟ الذكر هتاخده هتوديه لنتايه جاهزه على الشغل، يعني نتايه موسعه واللون كتير بتاعها بيج وخلاص، يعني النتايه بتقول لك انا عايز اتجوز. تمام؟ هتاخد الذكر هتحطه في عين يومين ثلاثه، وبعد كده تاخد النتايه اللي عايز تتجوز ديت تجيبها من المطار وتاخرها على الذكر، وتبدا تحط لهم محفز تزاوج اللي هو الفيردي فيت في الميه لمده 4 5 ايام، بتلاقي التزاوج تم على طول. بنصبر عليها لحد ما النتايه تبيض، وبعد ما تبيض عندك خيارين، يا اما تاخد البيض تحضنه تحت ازواج ثاني، يبقى انت كده استفدت من النوعيه بتاعت الجوز دوت. يعني انت مثلا عندك بيض انجليزي عايز تحضن البيض بتاعه، بتعمل ايه؟ بتاخد الذكر زي ما احنا اتكلمنا وتبدا تحطه في العين يومين بس، وتبدا تاخد النتايه اللي عايز تتجوز ديت اللي هي برضه انجليزي، وتخليها لحد ما تبيض. اول ما النتايه تبيض ثلاثه لسبع بيضات، بتسيب النتايه لحد ما تخلص بيض خالص، وبعد كده تاخد البيض ده تحضنه تحت جوز ثاني يكون خالص في نفس المعاد. تمام كده النتايه خلصت شغلها، والذكر اللي احنا شغالين معاه دوت خلص شغله. ممكن في الوقت ده ناخد الذكر هو نريحه يومين ثلاثه في عين، وندخل نتايه ثانيه عليه عشان الذكر مواصفاته حلوه، فاحنا بنستفاد بيه كل الجوانب. ناخد الذكر ده نحطه برضه في عين يومين ثلاثه، ونديله الوايت بيرفكت، وندخله في النتايه الثالثه. يبقى احنا كده جوزناه 3 مرات وممكن 4 مرات كمان مع الاهتمام بالتغذيه السليمه واعطاء حاجات محفزات عشان الذكر بعد كده يتعود ان هو يتجوز كذا نتايه في وقت قريب. تمام؟ تمام. يعني يختصر الفكره دي، بنقول النتايه لو انت هتصيب بالبيت تحتيها وهي اللي هتحضنه وهي اللي تلبسه، يبقى ما ينفعش ناخد الذكر من عليها الا بعد اخر بيضه ما تلبس. تمام؟ هناخد الذكر وبعد كده نجوزه. طيب الحاله الثانيه ايه؟ ينفع ناخد الذكر بعد ما النتايه تخلص بيض، يعني بعد ما النتايه تضيف البيض بتاعها كله من 3 ل 10 بيضات زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، وده طبعا بيختلف من جنسه لجنسه ومن سن لسن. نسيب النتايه لحد ما تخلص البيض بتاعها كله، وبعد كده ناخد البيض احضنه، وفي نفس التوقيت ينفع تاخد الذكر تحطه في باب ثاني وتديله يومين ثلاثه باب، يعني قفص، يعني كل واحد تاخد الذكر تحطه في قفص لوحده وتبدا تغذيه وتسيبه 4 5 ايام وتدخله النتايه الثالثه. النتايه الثالثه ليك خيارين زي ما انت عايز، عايز تخليها تحضن على البيض زي النتايه الاولى، او تسحب البيض من تحتها زي النتايه الثانيه. كده الحالات تدق الدنيا عشان معاك زي الفل. بس الفكره كلها ان انت مش هينفع تسحب الذكر من ورا النتايه لو كانت النتايه هي اللي هتحضر البيض. هنستنى لحد ما البيض كله يخلص وبعد كده نسحب الذكر. في حالة ان انت تاخد البيض وما تخليش النتايه اللي بيضاء هي اللي تقعد عليه، ساعتها ممكن تسحب الذكر مع سحب البيض والدنيا معاك تبقى سهله جدا. ادي الفكره بتاعت سحب الذكر. الفكره كلها في العمليه دي، احنا ليه اصلا بنعمل كده القصه كلها من البدايه؟ عشان نستفاد بالذكر اللي هو مواصفاته جيده. احنا عندنا ذكر مثلا ذكر مواصفاته حلو قوي ايا كان بقى النوع، يعني احنا مثلا لو بنتكلم في الانجليزي فعندنا ذكر مستوى حلو قوي بالانجليزي، هو ده اللي بيقول كذا نتايج عشان ناخد انتاج ومواصفات عاليه. عندنا مثلا ذكر بنت الوانه جميله جدا جدا، والذكر كبير وولدن وشيل ده ما شاء الله، والفايلوت بتاعه جميل،
الدنيا معاه حلوه قوي، عايزين نستفاد بيه، هنعمل ايه؟ هنزوجه لسنه دايره يلبو عشان يبدا يطلع مصفوفه حلوه والوان جميله. عندنا مثلا رؤوس فلل، استخدام الفلل الريش بتاعه مسكت، الفلل بتاعه شجر ريشه عريضه، بسم الله ما شاء الله حجم كويس جدا، كامل كورت وفلل، شوشه وكورت وفلل، يعني الدنيا معاه زي الفل. طب الذكر ده هنسيبه يتجوز بتاعه واحده؟ لا، هناخد الذكر ده نجوزه لكذا بتاعي عشان ناخد الكاش زي الفل. هي دي الخلافيه بتاعت المراهقه، ان انت ازاي تقدر بامكانيات بسيطه تعمل عندك انتاج جيد جدا بمواصفات عاليه جدا. مع الوقت ومع كل موسم بتلاقي الانتاج بتاعك التقدم بتاعه عالي والمستويات بتاعته عالي، ويبقى من شهورك انت خدت ازواج جيده جوزتها لبعضها، وكل موسم بتطلع اجيال احسن من الاجيال اللي قبل كده. هذه الفكره كلها بتاعت تجويز الدكتور. طيب اي حد يقول لي الدكتور كده مش هيتعب؟ طبعا الدكتور بيبقى عليه ضغط، بس انت طبعا زي ما اتفقنا ان احنا في الاول مبدئيا بناخد الدكتور منتهي او منتهيتين، وبعد كده بنعاون الدكتور بالتدريج ان هو ياخد منتهيتين وثلاثه واربعه، وبعد التغذيه الجيده مع مراعاه صحه الدكتور ده. يعني عندنا حاجات كتير جدا جدا ممكن نحطها في الاكل الطري، محفزات للدكتور دوت زي مثلا الجلتش ممكن نحطه على الاكل الطري، ممكن نحطه على الميه. عندنا كمان الخلطه السحريه اللي احنا عاملينها دي جميله جدا جدا، والحمد لله بفضل الله عامل نتائج معايا ممتازه ممتازه بفضل الله، وعامل نتائج مع كل الناس اللي خدتها ممتازه بفضل الله. الخلطه السحريه اللي انت بتعملها ازاي؟ بنحطها على الاكل الطري بمقدار معلقه شاي او معلقتين شاي صغيرين على مقدار بيضه مسلوقه، وبعد كده بنقلب كله في بعضه وبنحطها للسيوف بتاعتنا. الخلطه السحريه دي مكونه من ايه؟ قلنا قبل كده ان الخلطه السحريه مكونه من البريك ماكس، وعندنا الكالسيوم، وعندنا السبايرولينا، وعندنا البيت المجرد. الاربعه دول محطوطين على بعض بنسب معينه، وبتبقى عندنا منها الخلطه السحريه اللي احنا بنحطها على اكل الطري، ودايما معانا نتائج ممتازه. الخلطه السحريه دي تقريبا من ايه؟ دايما انا تحت اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف بتكتب رقم الوصف اللي ينفع كله منه المستلزمات بتاعت العربيه، سواء خلطه سحريه او اي مستلزمات خاصه بشيوخ الزينه. حضرتك بتخش ده رقم الوصف اللي سجل الرقم عندك على الموبايل، بتفتح الصفحه بتاعت الوصف بتاعتك، بتعمل بحث على الرقم بعد ما سجلته، وبعد كده بتخش تكتب الاوردر بتاعك، والاوردر بيجي لك حاجه بسيطه، الفكره سهله وبسيطه، واحنا بنتعاون مع بعضينا علشان نسهل الدنيا على بعض، علشان خاطر الانتاج بتاعنا بفضل الله يبقى انتاج جيد ومهم جدا جدا. طيب الحاجه الاخيره كنت عايز اتكلم حضراتكم عليها، ان شاء الله عندنا القناه الثالثه ونص التعليق ثلاثه، القناه دي بنركز عليها في الولاد وبعيد خالص عن مجال الطيور، بس الولاد هتنفع كل حد بيسمع الفيديو، الولاد خاصه بمعلومات عامه موجوده داخل بيوتنا، يعني نتكلم مثلا عن السباكه، هنتكلم على الكهرباء، حاجات هتنفع جدا 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 ومش هتكلفك خالص. لازم الانسان او رب الاسره لازم يكون ملم بالحاجات دي لان هو مسؤول، يعني انت موجود كرب اسره او انت فرد في الاسره شاب زي الوقت او حضرتك سيده فاضله، ممكن الحاجات دي لازم تعرفيها، المعلومات دي لازم تعرفيها وتكون ملمه بيها، لان كده كده هتقابلك في الحاجات دي. عندك مثلا حاجه حصلت في الكهرباء، بدل ما الراجل يجيب كهرباء وهي اصلا حاجه بسيطه ممكن نعملها بايدينا. عندنا مثلا حاجه حصلت في الادوات الصحيه زي الخلاط بتاع الميه، زي الخلاط بتاع الزيت، اي حاجه حاجات دي برضه بنعمل دلوقتي عنها حاجات جميله جدا جدا وهتنفعكم، وعشان كده انتوا قايلين عليا انا بعمل المحتوى الجميل ده علشان خاطر حضراتكم تستفادوا. طبعا لو عجبك الفيديو زي ما اتفقنا بنعمل لايك ونعمل مشاركة الفيديو عشان حضرتك تاخد جواز زي ما انا خدت، انا عملت الفيديو وتعبت وحضرتك مشاركة الفيديو وهتقبض زي بالظبط. ده حياتي ليكم والمحبوب جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.